السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن Dynamic Access Control. Dynamic Access Control هو طريقة من الـ Authorization أو الـ Authentication أو الـ Access Control زي الـ Share Permission أو زي الـ NTFS Permission. هو تعتبر طبقة Layer زيادة عليهم. تقدر كده كده هنستخدم الـ Share Permission والـ NTFS Permission، بس علشان نحسن الأداء أو علشان نسهل على نفسنا بنستخدم الـ Dynamic Access Control. الفكرة وراء الـ Dynamic Access Control، اول حاجه لما انت عندك هنا الريسورس بتاعك اللي هو عباره عن الفايل او الفولدر، لما كنت بتحب تخليه يتاكسس بالطريقه العاديه اللي هي الان تي اف اس بيرميشن والفايل والشير بيرميشن، قول انت عندك خمس فروع، واحد في القاهره، واحد في اسكندريه، واحد في السويس، واحد مثلا في الاقصر، واحد في المنيا، وكل فرع من دول او عندك يعني دول الفروع، وعندك اقسام، عندك اتش ار، وعندك اي تي، وعندك ماركتنج، وعندك سيلز، وعندك لو مثلا، وعندك اهو مثلا خمس اقسام تانيين كمثال بس، وكل قسم من دول عندك فيه الجونيور، وعندك السينيور، وعندك التيم ليدر، وعندك المانجر بتاع التيم ده. فلو انت عاوز تعمل كاستمايزيشن بالجروب على الاكسس الفايلز بناء على كل رول من دول، فانت اول حاجه محتاج تعمل مثلا رول اللي هي كايرو اتش ار جونيور، كايرو اتش ار سينيور، كايرو اتش ار تيم ليدر، كايرو اتش ار مثلا مانجر. تاني الحاجه اللي هو كايرو اي تي، كايرو لو، وسينيور جونيور. فانت في الاخر هتطلع مثلا عندك يعني على قليلة 5 × 5 × 25، وعندك هنا قول 5 رولز مثلا، 25 × 5 = 125 جروب انت محتاج تعمل لهم مانجمنت، وعيش بقى مع نفسك في المانجمنت بتوع الميت جروب. غير بقى لما يوزر يشال من جروب يروح على جروب يوزر جاي لك جديد، فانت عاوز تعمل له اصلا الجروب المانجمنت بتاع الجروب ده لوحده، يعني ممكن ياخد الديلي الدي بتاعك بالكامل. فدي الطريقه مش مقبوله ال انت اف اس بيرميشن. هو احنا شغالين بيها طول عمرنا، بس يعني طريقه مش عاوز اقولها لكم طريقه مش دايناميك. هي فعلا الدايناميك اكسس كنترول ميستول هو دايناميك. دي كلمة السر في الـ Dynamic Access Control، الديناميك. تاني حاجة بنستخدم عشان الـ Dynamic Access Control، أنا لما بيكون عندي فايل عاوز أعمله هو ما يتأكسسش غير من ناس معينة بس اللي هم الـ IT Manager، علشان ده مثلا في المرتبات بتاعت الناس كلها، فمش عاوز أي حد من بره يشوف الفايل ده. فأنا كنت الأول يعني أنا لازم أعرف بنفسي اللي هو ده فايل في المرتبات، أنا اللي بخش أعرف. ديت أول نقطة. تاني حاجة بنقله على فولدر معين، الفولدر ده بعد كده بطبق عليه انت اف اس بيرميشنز اللي هو محدش يقدر ياكسس الفايل ده او الفولدر ده. برضو لما بقدر استخدم الداك بقدر اعمل اناليسيس اوتوماتيك اللي هو انا اعرف محتويات الفايل ده، فايل في المرتبات، فايل في كلمات سر، في اليوزر، ارقام تليفونات اليوزر، ارقام الكريدت كارد. فانا بناء عليه اقدر احدد البيرميشنز اوتوماتيك بدل ما انا اللي هحتاج مانوال اعرف هو المحتويات الفايل وبعد كده انقله وبعد كده طبق على الانترفيس بيرميشن. لا، هي اوتوماتيك، انا عرفت المحتويات وبعد كده طبقت البيرميشن بناء على الرولز انا بقى محددها. دايناميك اكسس كنترول بيشتغل ازاي؟ انا بيكون عندي الفايل او الريسورس اللي انا عاوز اعمل له بروتكشن لناس معينه بس تاكسسه، فانا بعمل بروتكشن بناء على كلاسيفيكيشن. اول حاجه انا محتاج اعملها اللي هي كلاسيفيكيشن. كلاسيفيكيشن ديت بتكون ايه؟ الفايل ده منتمي لاي مثلا ديبارتمنت، الناس اللي في اي فلور او اي لوكيشن هما اللي ليهم اكسس على الفايل ده، الفايل ده كونفيدنشال ولا لا، في داتا سريه، في الكلام ده. اقدر اعمل كلاسيفيكيشن بناء على معظم الاتريبيوتس اللي موجوده عند اليوزر. فخلونا مثلا هنا نروح على اللاب بتاعنا، سوري، نروح على التولز، اكتف دايركتوري يوزر اند كمبيوتر، سوري، فيو، ادفانسد فيتشرز، لاب، يوزرز، هات الادمنستريتور مثلا،
اتريبيوت، كل الاتريبيوت ديت ممكن اعمل بناء عليها كلاسيفيكيشن للفايلز. فلو رجعنا هنا تاني، فانا دلوقتي حددت اللي انا بقدر اعمل كلاسيفيكيشن بناء على اي اتريبيوت موجود عندي، فكده عملنا كلاسيفيكيشن. تمام، حددنا الفايل ده مين اللي هيقدر ياكسسه من اي ديبارتمنت، وهو منتمي لاي ديبارتمنت، او كونفيدنشال ولا لا، وكلام. بيبقى عندي حاجه هنا اسمها اكسس رول، تعتبر زي الفلتر او اكسس ليست اللي موجوده في سيسكو، موجوده اي اكسس ليست عموما، هي اللي بتقول اليوزر اللي جاي ده ليه الحق اللي هو ياكسس الفايل ولا لا، بتقول حق ليه الحق ياكسس الفايل ولا لا. ازاي اليوزر ده بيبقى جاي بالبيانات بتاعته، انا جاي مثلا من ديبارتمنت كذا، من فلور كذا، من والجروب بتاعتي مثلا كذا، فهيجي هنا يشوف الفايل ده هو عاوز ديبارتمنت اتش ار، فاليوزر ده من الاتش ار، الفلور اللي هما في الدور السادس، وهنا الاتش ار دول في الدور السادس، الكونفيدياليتي اللي هو لو الفايل ده يعني مهم وعليه معلومات سيكريت، فلازم الناس اللي تاكسس تكون مثلا المانجر، فلو اليوزر ده من المانجر يبقى كده ليه حق اللي هو ياكسس، ما هوش من المانجر او الفايل ده ما هوش كونفيدينشال، لو الفايل مش كونفيدينشال فاللي هو اليوزر ليه حق ياكسس، لو اليوزر ما هوش من المانجر فهو ما لهوش حق ياكسس لو هو الفايل كونفيدينشال. فالاكسس رول ده هو عبارة عن الفلتر بتاعنا. طب البيانات ديت اللي انا هاخدها من اليوزر اللي هو الديبارتمنت والفلور والكونفيدنشال ديت هجيبها من اليوزر ازاي؟ انا عارف اليوزر لما بيجي يعمل لوجن او بيجي يعمل اوثرايزيشن من فايل سيرفر، فهو بيبعت له التي جي تي بتاعته، والتي جي تي ديت موجود فيها السيد بتاعت اليوزر، وموجود فيها الجروب سيد، السيد اللي هي الجروبز اللي اليوزر مشترك فيها. طب انا محتاج ابص الداتا ديت، فانا هبصها عن طريق ايه؟ عن طريق الكليمز. فالكليمز ديت زي ما كنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي عبارة عن توكن موجود فيها مجموعة من الكليمز. الكليمز ديت عبارة عن مثلا اليوزر نيم، عن الجروب بتاعت اليوزر، عن الاتش بتاع اليوزر، عن الديبارتمنت بتاع اليوزر، اي اتريبيوتس انا اقدر اضيفه هنا. الاتريبيوتس ديت ما بتبقاش موجودة باي ديفولت في السيد، فانا دلوقتي عدت اقدر اباص الاتريبيوتس بتاعت اليوزر للريسورس اللي انا عاوز اروح له، عن طريق اللي انا بضيف الكليم بتاعتي في التي جي تي. علشان اقدر اضيف الكليم بتاعتي للتي جي تي، انا بروح اعدل على الجروب بوليسي بتاعت الدومين كنترولر، اقول له انت اوكي اللي انت بتضيف الكليم جوه التي جي تي، وبعدل على الجروب بوليسي بتاعت الكلاينتس اللي انا بقول لهم اوكي اللي انت ممكن تطلبه التي جي تي. بس ده تقريبا الكلام اللي هنتكلمه في الديناميك اكسس كنترول. الخطوات بتاعت اللاب بتاعتنا، اول حاجه هنوريكم ازاي نعمل كلاسيفيكيشن للفايلز، تاني حاجه هوريكم اللي احنا بنعمل نحدد الكليمز اللي احنا هنبعتها للفايل. عملنا حددنا الكليمز، بس هي مش هتتبعت غير لما نظبط الجروب بوليسي اللي احنا بقول له الدي سي والكلاينت اللي هيبعتوا الكليمز. رابع حاجه اللي هنا بظبط الاكسس رول، اللي هو بقى مين اللي ليه حق ياكسس الفايل ومين اللي ملهوش حق ياكسس الفايل. دي خطوات اللاب بتاعنا، اتمنى تكون وضحت، ونبتدي العمل ان شاء الله. اللاب بتاعي متكون من 3 مكانات، اول حاجه المكنه الكلاينت ويندوز 8.1 كلاينت جوين الدومين، تاني حاجه الفايل سيرفر بتاعي برضه جوين الدومين، تالت حاجه الدي سي اللي انا هستخدمه. عشان نشوف حكايه الكلاسيفيكيشن، لو رحنا كده على الفايل شير بتاعي، وده رحت على فولدر وقلت له مثلا نعمل نيو فولدر اسميه شير، وهنعمل له شيرنج مثلا الفولدر ده بروبرتيز شيرنج شير بوسنس شير شير بيرميشن ايفري وان، اوكي 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 كلوز. دخلت جوه الفولدر ده وعملت فولدرين، واحد اي تي مثلا واحد اتش ار. جوه الاي تي عملت نيو تكست دوكيمنت واسيبها اسميها واحد وكلوز. لو حبيت ابص على الكلاسيفيكيشن بتاعتها بروبرتيز مش هتلاقي حاجه هنا ليها علاقه بالكلاسيفيكيشن. علشان اقدر اعمل انيبل الكلاسيفيكيشن، فانا محتاج انزل الرول بتاعت الفايل سيرفر ريسورس مانجمنت، او هاجي هنا في الفايل اند ستورج سيرفيسز فايل اند ديسكالزي، هتلاقي هنا فايل سيرفر ريسورس مانجر اد نيكست انستول. خلص الانستليشن، لو رحت على الفايل دلوقتي وقلت له
وريني البروبرتيز بتاعتك، هتلاقي الكلاسيفيكيشن موجودة، بس الكلاسيفيكيشن انا كلاسيفيكيشن مش موجود فيها اي بروبرتيز اقدر استخدمها. زي ما اتفقنا الكلاسيفيكيشن دي بتحدد البروبرتيز بتاعت الفايل اللي عندي. علشان ابتدي اقدر، او خلينا نروح بس الاول على التولز فايل سيرفر ريسورس مانجر، هتلاقي عندي كلاسيفيكيشن مانجمنت، وهتلاقي عندي كلاسيفيكيشن بروبرتيز، ديت المفروض البروبرتيز هتظهر عندي بالفايل. هتلاقي عندي هنا الفولدر يوزج والفولدر اونر والاكسس دينايد اسيستنت، مفيش اي حاجه متعلقه بالبروبرتيز زي الديبارتمنت وزي الاوفيس والكلام ده. فعلشان الحاجات دي تبتدي تظهر هنا، فهروح على اللاب دي سي بتاعي او على الدي سي، اروح على التولز اكتب دايركتوري ادمنستريتيف سنتر، عندي دايناميك اكسس كنترول هنا، هيفتح لي التاب الخمس حاجات اللي اقدر اشتغل عليهم في الدايناميك اكسس كنترول. خلينا نجيب هنا الفيو التاني اللي هو التري فيو، هتلاقي عندي الرولز اهيت. انا محتاج الريسورس بروبرتيز اللي هي الحاجات اللي انا هحتاجها تظهر في الكلاسيفيكيشن. اللي هحتاجه يظهر في الكلاسيفيكيشن ديبارتمنت، ادي ديبارتمنت اهو، هو موجود باي ديفولت، بس انا كل اللي محتاجه اعمل له انيبل. محتاج برضو اللي هو يظهر او يؤدي بروبرتيز للكلاسيفيكيشن بتاعت الفايلز بالكونفيدنشاليتي سوري. عندي واحده موجوده وهو من خلالها اقدر احدد هي حاجه سريه مقدار قد ايه، لو ولا مودريت ولا هاي، بس انا مش هستخدمها، انا هعمل واحده ثانيه مانوال بايديا. فهقول له نيو ريسورس بروبرتي واسميها مثلا سيكريت، ديت الفاليو بتاعتها خليها يس او نو. هنعرف ايه الفرق بين يس او نو او الحاجات التانية دلوقتي حالا. انت عاوز تحميها من ديليت، ولو هتعمل سجست الفاليوز عندك. مثلا لو انا اخترتها تكست، فانا اقدر هنا سوري سنجل فاليو تشويز، اقدر اضيف مثلا زي مثلا في الديبارت، انت لو انا كنت عامل ديبارت انت هتلاقوا اللي هي سنجل فاليو تشويز، هتلاقوا هنا عندك حاجات هو حاططها زي باي ديفولت اللي هو انفورميشن تكنولوجي هيومن ريسورسز، حاجات تختار انت منها بدل ما انت ممكن تعمل ميس تايبنج وانت بتكتب الريسورس ما يطبقش البوليسي بتاعتك. فاحنا اللي هستخدمه هنا اللي هو يس او نو، اقول له اوكي. يبقى دلوقتي عملت انيبل الاثنين بوليسي او اثنين ريسورس بروبرتيز اللي هي الديبارتمنت، وافتحها لكم عشان اوريكم حكايه الاد انفورميشن تكنولوجي انجينيرنج هيومن ريسورس ماركتنج اللي هي الحاجات الموجوده باي ديفولت، وديت كانت موجوده باي ديفولت وانا عملت لها انيبل. تاني واحد اللي انا عملته هنا دلوقتي هو انيبل باي ديفولت، علشان انا انيبل عشان انا لسه عامله، ومايكروسوفت فاهم اللي انت عامله يبقى انت محتاج تستخدمه. علشان اقدر اعمل لهم ديستريبيوشن للفايل سيرفرز، فانا محتاج احطهم في الليست. انا عندي جلوبال ريسورس بروبرتي ليست ديت موجوده باي ديفولت، ديت جواها اي بروبرتي ليست او ريسورس بروبرتي موجوده، فعندك السيكريت اللي انت لسه عاملها اضافت ليها، وعندك ديبارتمنت منضافه. فكده انا الاثنين بروبرتي دول هيقدروا يروحوا للفايل سيرفر بتاعي. طب خلينا نروح كده الفايل ونقول له بروبرتيز كلاسيفيكيشن، ما ظهروش. ليه ما ظهروش؟ علشان هما لسه مسمعوش هنا. فانا ممكن اعمل ريفرش هنا ويظهروا زي ما انتوا هتشوفوا، ريفرش ظهروا. او تاني حاجه، عشان مثلا لو سالته في الامتحان، انا بحتاج استخدم امر اسمه ابديت اف اس ار ام كلاسيفيكيشن، دوس تاب كده كلاسيفيكيشن بروبرتي ديفينيشن، اقول له انتر، فهو هيحدثهم لي اوتوماتيك اللي هما دول. فلو رحت دلوقتي على الفايل بتاعي تاني وقلت له بروبرتيز، هتلاقي الكلاسيفيكيشن بقى عندي ديبارتمنت وعندي سيكريت، اقدر اعمل كلاسيفيكيشن بناء عليهم. خلونا الفايل ده نخليه اللي هو نقول له نورمال، ما هوش سيكريت ولا حاجه. ونعمل فايل تاني نسميه اتنين، وده هيكون سيكريت، واقفل كده واقول له سيف. فانا دلوقتي عندي فايلين، اقدر احط انا الكلاسيفيكيشن بتاعتهم مانوال، زي اللي هو الاثنين موجودين جوه الديبارتمنت بتاع الاي تي. فانا هختار الديبارتمنت من هنا واختار اي تي، او ممكن من فوق من على الفولدر كامل اختار، لانهم كل حاجه تحت الاي تي، فانا ممكن اختار كلاسيفيكيشن واقول اللي هم موجودين في الاي تي، اقول له اوكي. وبما ان في واحده نورمال واحده سيكريت، فانا السيكريت اجي واقول له الكلاسيفيكيشن بتاعتها، السيكريت هتبقى يس، اللي هو انا داتا مهمه مش عاوز اي حد يقدر ياكسسها. والتاني ده ممكن اسيبها نون او ممكن اسيبها نو، مش هتفرق يعني. لو حبيت اخد الفايلز ديت وانقلها على الاتش ار،
هتلاقي حاجات بالكلاسيفيكيشن بتاعتها. لو جيت هنا الكلاسيفيكيشن هتلاقي اي تي، وهنا نن، وهنا هتلاقي اي تي وهي اس. طب انا عاوز اعدل عليهم، فممكن اعدل عليهم برضو من هنا اللي هو مانيوال اللي هو كليك يمين وكلاسيفيكيشن، او ممكن اعدل عليهم من الفاير سيرفر ريسورس مانجر. هقدر اروح على الكلاسيفيكيشن رولز، ودي الطريقه احسن، اللي هو انت بدل ما تعدي على الفايل فايل انت بتعمل رول تطبقها على مجموعه كامله وهي الطبقه الوحيده. فممكن اقول له كريت كلاسيفيكيشن رول، هسميها اتش ار مثلا رول، السكوب بتاعها هطبقها على الفولدر بتاع الاتش ار، شير اتش ار. اوكي الكلاسيفيكيشن انا عاوز اعمل، عندي ثلاث انواع كلاسيفيكيشن: كونتنت كلاسيفاير وفولدر كلاسيفاير ويندوز باور شيل كلاسيفاير. كونتنت كلاسيفاير هيقرا الداتا اللي جوه الفايل وبناء عليها، زي لما تلاقي كلمه مثلا سيكريت هيدي له البروبرتيز اللي انت سكيور تبع السكيورتي، او انت ملف سكيور انا عاوز منك. الفولدر كلاسيفاير اي داتا جوه الفولدر هيعمل لها كلاسيفيكيشن بناء على البروبرتي اللي انا هختارها هنا، او بالباور شيل هنفذ امر. الباور شيل هنا هقول له كونفيجر وانا هنفذ امر، وانا على الامر ده هيدي له بروبرتي. الفولدر كلاسيفيكيشن انا هدي بروبرتي للفولدر كامل. الكونتنت كلاسيفاير هدي بروبرتي بناء على بارامترز انا هحددها هنا. فانا دلوقتي بما اني عاوز ادي الفولدر كامل اتش ار، هدي له ديبارتمنت، وهدي له الديبارتمنت اللي هو هيومن ريسورسز. ايفالويشن تايب نفس بتاع الحاله ديت، هو هيروح يشوف الداتا هيتلاقي اخدها كلاسيفيكيشن، فمش هيديها كلاسيفيكيشن، لا هقول له ري ايفالويت واوفر رايت اكزيستنج فاليو. فلما هتلاقيها اي تي، لا انت اديها اتش ار، اقول له اوكي، واقول له ران كلاسيفيكيشن، واقول له ويت، والكلاسيفيكيشن كومبليت. ممكن يعملها في الباك جراوند، لا اقول له ويت عشان اورينا النتيجه. هتلاقي هنا تلاقي اتنين فايل اللي هما موجودين جوه ال HR، هو حاطط لهم بروبرتيز اللي هي Human Resources. لو جيت هنا وقلت له وريني كده البروبرتيز بتاعتك، في الكلاسيفيكيشن بقت Human Resources، بس متبقى اللي هو اخد الكلاسيفيكيشن يس من ال IT. انا عاوز دلوقتي اي فايل جديد هضيفه جوه ال HR هياخد ال value بتاعت ال HR، واي فايل جديد فيه كلمة secret ياخد ال value بتاعت يس. فده بيتم ازاي؟ بيتم اول حاجه هحتاج اعمل رول عشان اديله الفاليو بتاعت يس، نسميها مثلا سيكريت رول. السكوب بتاعها هطبقها على الشير كله، سوري الشير كله. الكلاسيفيكيشن هديله كونتنت كلاسيفاير، هيبقى سيكريت هيبقى يس. الكونفيجر لما تتلاقى كلمه سيكريت عندك، لما تلاقي كلمة secret حصلت مرة واحدة على القليلة، وممكن اديها ماكسيمم حصلت قد ايه. والكلمة دي عبارة عن expression ولا string بس case sensitive، او string مش case sensitive. لما تتلاقيها عندك ابتدي يعمل لي اللي هو البروبرتي ديت. ممكن اطبقها على سيرش على فايلز نيم معينة، مثلا اقول له اي حاجة دوت تكست، او اي حاجة دوت توك، او ممكن على اي فايل تقابله بعمل عليه السيرش ده. فانا هقول له كده اللي هي كلمه سيتر، اقول له اوكي واوكي. بعد كده هقول له كونفيجر كلاسيفيكيشن، انا عاوز اعمل انيبل فيكسد سكيدول، اعمل السكيدول ده مثلا كل يوم حد. السكيدول ده اللي هو الملفات اللي عندي اصلا اللي كنت عامل لها كلاسيفيكيشن، هقدر هروح ابص جواها تاني بعد كده، اللي هو ممكن حد يغير الفاليو بتاعتها فاديها كلاسيفيكيشن جديد، او حد نقل الفايل من حته لحته فاديها كلاسيفيكيشن جديد. وعندي كونتينوس كلاسيفيكيشن فور نيو فايلز، اي فايل جديد هيكريت هقوم اديله كلاسيفيكيشن اوتوماتيك، هقول له اوكي. فدلوقتي لو رحت هنا وقلت له نيو تكست هسميه 3، وهدي له فاليو اسمها سيكريت و سيف، وهنا في الاي تي نيو تكست دوكيمنت برضو 3، بس المره دي هديله نورمال، اقول له سيف كده. لو رحنا هنا في اتش ار وروبرتيز هنشوف الكلاسيفيكيشن بتاعته، هتلاقى بقى اس، وهتلاقى خد هيومن ريسورسز اوتوماتيك بالرولز اللي انا عاملها في الاف اس ار ام. في الاي تي لو جيت هنا بصيت عليه هيبقى نان، ما خدش يس او نو.
و سوري يعني خدش يس علشان الرول بتاعت اف اس ار ام، واخد انفورميشن تكنولوجي بناء على الانهيرتنس اللي انا حط كنت حاطه على الفولدر هنا. فيبقى كده احنا شفنا ازاي نعمل كلاسيفيكيشن للفايلز علشان نقدر نستخدمها اللي احنا ناكسس الفايلز ديت. بعد كده محتاج احدد بقى الكليمز اللي هي هضيفها على التيكت، بحيث اللي هي هتروح للفايل سيرفر او هتروح الاول اليوزر اللي هو هيعمل اوثنتيكيشن في كلاينت 1، هجيله مع التيكت اللي هتحصل لها جينيريشن اول ما يعمل اوثنتيكيشن. بعد كده الكليم ديت هيبعتها للفايل سيرفر علشان هي اكسس الريسورسز اللي على الفايل سيرفر. فانا عاوز اقول له انا عاوز اعمل نيو كليم، طيب نوعها اللي هي ديبارتمنت. انا عاوز الكليم او عاوز اضيف جوه التيكت بتاعت الكيربوس الديبارتمنت، وهنبقى نوعها يوزر. ممكن تبقى التيكت تبقى الكليم ديت خاصه بيوزر او خاصه بكمبيوتر. الخاصه بيوزر زي ما احنا واضح يعني مش محتاجه تفسير الفرق بين اليوزر والكمبيوتر، بس الفرق الوحيد اللي هو الويندوز 8 يدعم كمبيوتر، الويندوزات اللي قبل كده ما بتدعمش الكمبيوتر. ديت اول نقطه. تاني نقطه اليوزر يعني كليم ممكن تستخدمها مع الويندوز 7، بس عمليه الكليمز هتتم على الفايل سيرفر مش هتتم على الكلاينت. هغير بس اسمها هنا، خليه دي كابيتال، واقول له هنا في البروتكت فروم اكسيدنتال ديليشن suggested value، لو انت عاوز تضيف values احنا مش هنضيف، هقول له اوكي. كده انا ضفت اللي هي التوكن الكليم اللي هي بحيث تروح للكلاينتس لما بيحمل الاوثنتيكيشن. بعد كده هحتاج اروح للجروب بوليسي بحيث ان انا اقول للدي سي اضيف الكليم ديت جوه التيكت بتاعت الكيربوس. هخش على الجروب بوليسي دومين لاب دوت لوكال، هحتاج اروح على دومين كنترولر، هعدل في الديفولت دومين كنترولر بوليسي اديت بوليسيز administrative templates system KDC اللي هي key distribution center. اقول له KDC support for claims، يعني يضيف في الكليمز بتاعك في انت بتوزع التيكت. اقول له سبورتد، عندي اربع انواع: نوت سبورتد اللي هو لما الكلاينت هيطلب منك كليم برضه ما تحطهوش في التيكت، سبورتد اللي هو لما الكلاينت يطلب حطها، الوز اللي هو حتى لو كلاينت ما طلبش بعتها له، لو الاوثنتيكيشن مش ان ارمورد مش مستخدم كيربوس ارمورنج في الاوثنتيكيشن ما تبعتلوش، هقول له لا هعملها سبورتد اوكي. فكده الدومين كنترولر بتاعي هيعمل هيضيف الكليمز للتيكت. هقفل ديت. بعد كده هروح على كلاينتس، اعمل نيو جي بي او، هقول له اوكي اديت. برضه هخش على سوري بوليسز ادمنستريتيف سيستم كيربروس، هيبقى عندك هنا اللي هي الكيربروس كلاينت سبورت في الكليم، هقول له انيبل. معنى كده اللي هو الكلاينت هينفع يطلب كليم من الدي سي. هحتاج اقفل بقى ديت واروح هنا على الدي سي واقول له جي بي ابديت جي بي ابديت سلاش فورس، بحيث ان انا افهمه اللي هو الجروب، يعني افهمه للطبق جروب بلس اللي انا عملت لها كونفيجريشن، ونفس الكلام اعمله على الكلاينت. برضو نفس الكلام سي ام دي برضو نفس الكلام سي ام دي جي بي ابديت سلاش فورس. وكده طبقت الجروب بوليسي على الكلاينت وعلى الدي سي. الخطوه اللي بعد كده اللي هو انا هحتاج اروح على الريسورس سيرفر، ابتدي اطبق اللي هي الرولز بقى اللي هستخدمها في الاكسس. فقلنا دلوقتي هنروح نعمل
رولز. هروح برضو على الاكتيف دايركتوري بتاعي، تولز اكتيف دايركتوري ادمنستريتيف سنتر، ديناميك اكسس كنترول. هحتاج اخش على سنترال اكسس رولز، نيو رول. الرول بتاعتي ممكن اسميها اكسس تو سيكريت فايلز. التارجت ريسورسز بتاعتك اللي هي الفايلز السيكريت بتاعها ايكوالز الفاليو اللي هي يس. وهضيف حاجة تانية كونديشن كمان اللي هو ديبارتمنت بتاع اليوزر يكون HR مثلا. اوكي اقول له اوكي، هتطبق عليها من بيرميشن ايه. الاكسس هيكون allowed ل مين؟ السيلكت برنسبال، select principal. هقول managers، manager. اوكي managers ديت عبارة عن، لو جيت هنا في الاكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوتر، manager دي security group جواها يوزر اسمه احمد، ده من ضمن المانجرز، وعندي يوزر تاني اسمه محمد، ده يوزر عادي. دول هديهم full control، هقول له اوكي شو advanced permission مثلا full control، اقول له اوكي. فانا دلوقتي عندي owner rights وعندي administrators وعندي system وعندي managers، دول ليهم access. بس هنا نوع الاكسس ده انا ممكن يدي لهم بروبوزد بيرميشن وكرنت بيرميشن. بروبوزد اللي هو هيديهم اكسس بس مش هيمنع، انما هيسجله في الاوديت بحيث ال مبقاش قفلت عليهم من مرة واحدة وانا لسه بجرب والدنيا باظت والناس بتعرفش الاكسس. لا، انا اجرب اشوف الاوديت صح ولا غلط، او ممكن كرنت اللي هو هبتدي اطبق عليهم البروسي من دلوقتي. فانا هخليها كرنت واقول له اوكي. علشان ابلش الرول ديت محتاج احطها في بوليسي، فهروح على سنترال اكسس بوليسيز، هقول له نيو سنترال اكسس بوليسي. البوليسي اسمها ايه؟ اسمها مثلا سيكريت بوليسي. اد مين الرولز اللي هضيفهم، هي الرول الوحيده اللي عندي ديت، اقول له اوكي. اوكي فانا دلوقتي عملت اكسس بوليسي. الاكسس بوليسي ديت انا عاوز اعمل لها اساينمنت او اضيفها او فاهم الفايل سيرفر اللي هي ديت الاكسس بوليسي اللي انت هتستخدمها عشان تحمي الفايلز. فالاكسس بوليسي ديت هفهمها له منين؟ من خلال الجروب بوليسي. فهروح على السيرفر مانجر بتاعي وهفتح الجروب بوليسي مانجمنت عندي، وهروح على الفايل سيرفر واعمل نيو جروب بوليسي، اقول له اوكي. مثلا هسميها فايل سيرفر بوليسي. اوكي نعمل edit policies windows settings security settings file system central access policy manage access central policies اللي هي البوليسي اللي انا عملت لها publish، اقول له add. اوكي فانا دلوقتي ضفتها في group policy. لو قفلت group policy كده ورحت على الفايل سيرفر بتاعي قلت له جي بي ابديت، او حتى قبل جي بي ابديت لو رحت على الشير فولدر عندي وقلت له روبرتز سكيورتي ادفانسد، هتلاقي عندي افكتيف يوز بس ما عنديش سنترال سنتر بوليسي تقريبا. فهقول كانسل واروح اعمل جي بي ابديت بس سلاش فورس. بعد الجروب بوليسي اعمل بروبرتيز واروح على سكيورتي ادفانسد، هتلاقي عندي سنترال بوليسي ظهرت. انت عاوز تطبق اي بوليسي على الفولدر ده، فانا هقول له شينج، هطبق عليه البوليسي بتاعت سيكريت بوليسي. اي فايل هيتلاقي سيكريت الناس اللي هتقدر تاكسسه اللي هم المانجرز بس، مش اي حد تاني. وديت اللي هي مين اللي هم حق ياكسسه. فدلوقتي لو رحت على الكلاينت بتاعي وحبيت ادخل بلوجن يوزر تاني مثلا اللي هو اليوزر اسمه احمد، باسورد اللي هي الباسورد بتاعتنا نيكست،
لو عملت لوجن، لو حب كتبت cmd كده وفتحت ويندوز وقلت له هو ام اي وسلاش كليمز فتلاقي عندك الكليم جات لك اهيت اللي هي نوعها ديبارتمنت والفاليو بتاعتها هيومن ريسورسز. فدلوقتي لو حبيت اكسس الشير بتاعي اللي هو موجود على السيرفر FS01 اللي اسمه شير HR 1 هقدر اكسسه، 2 هقدر اكسسه، 3 هقدر اكسسه، و IT برضو هقدر اكسس الثلاثة عشان انا داخل باليوزر اللي اسمه احمد اللي هو من المنشر. خلونا نعمل ساين اوت باليوزر ده ونعمل ساين ان باليوزر تاني. عملت لوجن باليوزر التاني دلوقتي لو برضو سي ام دي وشوفنا هو ام اي سلاش كليمز برضو هيبقى نفس الكليم هي الديبارتمنت والفاليو اللي فيها هيومن ريسورسز. لو فتحت الشير بتاعي دلوقتي اس ار دي اف اس 01 واحد هيقدر اكسسه، 2 اكسس از دينايد علشان انت مالكش حق ان انت تاكسس السيكريت، اي تي واحد اوكي، 2 برضو مش هتنفع تاكسس علشان انت مالكش حق الاكسس السيكريت. زي ما احنا شفنا دلوقتي قدرت تمنع اليوزرز تاكسس الفايلز اللي هو مش حق عليها بكل سهوله من غير ما اظبط كروب بوليسي. انا فاتح الانت اف اس وفتح الشير بس من استخدام الداج قدرت امنحه. جت اول نقطه، تاني نقطه الرساله اللي كانت بتطلع لنا اكسس دينايد مش معبر انا منعت ليه، فانا عاوز اعدل الرساله ديت. اعدلها منين؟ اروح على جلوبال كاتالوج سوري على الدي سي بتاعي برضو سيرفر مانجر تولز جروب بوليسي مانجمنت على الفايل سيرفرز على ايديت البوليسي اللي انا عملتها بوليسيز ادمنستريتيف تمبلت سيستم اكسس دينايد اسيستنت هعمل كاستمايز للمسج. الرساله اللي كانت بتطلع لي اللي هي اول حاجه هعمل له انيبل هقول له this is denied by dynamic access control please contact the file owner. عشان يقدر يكلم الفايل اونر فهو هيحتاج ريكوست اسيستنت، فهي دي ريكوست اسيستنت. انا هضيف الايميلات اللي هو هيبعت لها هيبعت لي هنا هيضيف التكست ده للاند اوف الايميل اللي هو هيبعته، هيبعت للفولدر اونر والفايل سيرفر ادمنستريتور. ممكن تضيف حد تاني وهيضيف الديفايس كليم واليوزر كليم لوجن اللوجن ايميل الابلكيشن اند سيرفيس ايفنت لوج. الكليمز هيضيفها على حيش الادمنستريتور يتاكد الكليم ديت فعلا من نوع ولا. بعد ما خلصت كاستمايز مسج هحتاج اعمل انيبل اللي هو الكلاينت يستخدم المسج دي، فمش هعملها على الفايل سيرفر لا هروح اعملها على الكلاينتس اللي عندي edit preferences سوري بوليسز ادمنستريتور سيستم اكسس ودينايد. هنا في الانيبل هقول له انيبلد اقول له اوكي. دلوقتي لو رحت على الكلاينت بتاعي اعمل جي بي ابديت واخش باليوزر اللي هو ملوش اكسس وهدوس دبل كليك هيقول لي الرساله انا ظبطتها لدينايد باي دايناميك اكسس كنترول وكونتاكت الفايل اونر. وهنا ريكوست اسيستنت اللي هو هيبعت بقى الايميل الناس اللي انا كنت محددها اقول له كلوز. بالتالي كده خطينا الديناميك اكسس كنترول بشكل كافي. كمراجعه بسيطه، انت عندك الريسورس الموجود على الفايل سيرفر
عندك الدي سي وعندك الكلاينت. اليوزر لما بيعمل لوجن على الكلاينت ده بيروح يطلب تيكت من الدي سي، فالدي سي هيرد عليه بتيكت جواها كليم. الكليم يقوم اليوزر او تقوم التيكت دي تتبعت للفايل سيرفر لما انا عاوز اكسس فايل فيه، فالفايل سيرفر بناء على الرولز الموجودة عنده هيقارن التيكت ديت بالرولز اللي عنده. لو طلعت اه صح الرولز ديت عندي فهخليك تاكسس الفايل بناء على الكليم الموجودة جوه التيكت دي. لو مالكش، لو الرول ديت مش متحققة متأسف انت مش هتاكسس الفايل. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون نال رضا حضراتكم، ونلقى في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.